عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعنا اليوم لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعلي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار العمل على توفير المكون الدولي المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية وخاصة زيت الطعام ولبن البودرة وغير ذلك من السلع من جانبه أشار محافظ البنك المركزي إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير مزيد من السلع والمنتجات لافتا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخرا كما سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لزي... لزيت الطعام والألبان وفقاً لطلبات وزير التموين